ايش اكل؟ في مكان حلويات. يمي يمي. بابا ماما كيفي. اوه هنا. يمي كده. حبضة صار على الدكتور. ألو دكتورة. تيرين تيرين. ألو. طيب هضرب إبرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. إيش بك يا ولد؟ بطني توجعني. من إيش؟ من حلويات. أكلت كم حلاوة؟ ثلاثة. النوع كده. ما عاد شيء سناك خربانة. وجسمك ضعيف. صح كلامك يا دكتور. انشدح. بسم الله. إيوه. مو مسخن. بسم الله. اسمع يا سلطان، الحمد لله ما فيك حاجة، بس جايك تسمو من الحاويات. طيب يا دكتورة، لازم اضربك ابرة. بابا لا لا لازم. مش ماشي يا دكتورة. لا تنسوني السبسكرايب واللايك وتفعيل الجرس والشير. باي. سلطان عنده سنة خل خلي يوري أختي بعد سحب. هذا؟ لا هذا جديد يا نهاية الأخرى. طيب. خلاتي؟ ساي. افتح فمك. هذا السن عن سلطان، هنسوي له إن شاء الله حلقة طريقة خلعه، لأنه بيطيح زي هذا اللي أول خلعنا. خلاص يا دكتورة، شكرا، يلا مع السلامة. مع السلامة. صارت تمارس مهنة الدكتورة على ألعابها. ها دكتورة، صلحت لها مكان وفتحت لها عيادة. حركات يا دكتورة. هذا الكاشير يدفع منه فلوس. يلا عالجيهم. حبيبي انا كيف كلهم حتضربوا ويضربوا.